بداية وصل رئيس الوزراء المصري قبل ساعات قليلة من الآن إلى دولة الإمارات، وبمجرد وصوله إلى مقر إقامته التقى بعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين والذين يصل عددهم إلى أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين بهدف توفير فرص لهؤلاء المستثمرين خلال الفترة المقبلة في مصر. مصر لديها أكثر من 1250 شركة إماراتية تستثمر أموالها في مصر و تطمح في المزيد من وجود عدد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي التي تقوم مصر عليه في هذه الفترة، سواء ب يعني وضع عدد من شركات القطاع الأعمال في القطاع العام في البورصة أمام المستثمرين، أو حتى من خلال خلق فرص جديدة للمستثمرين بتوفير عدد من الإجراءات المبسطة لرجال الأعمال من أجل إنشاء المصانع والمتاجر هنا في مصر. هذا فيما يتعلق باللقاء الأول بين رئيس الوزراء المصري وعدد من المستثمرين في الإمارات. خلال اليوم سيكون هناك عدد آخر من اللقاءات، ولكن اللقاء الأهم سيكون يوم غد بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والإمارات والأردن فيما يتعلق بمبادرة التبادل الصناعي المتكامل بين الدول الثلاث، وتطمح مع مصر أن تزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات ومصر والأردن خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انخفاض التبادل التجاري العام الماضي والذي وصل إلى 3 مليارات دولارات. تطمح مصر أن تزيده مرة أخرى كما كان قبل ذلك في العام قبل الماضي والذي وصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار. كريم ابقى معنا وأنتقل إلى يوسف البستنجي لمتابعة أهمية هذا التعاون الثلاثي بالنسبة للأردن. نعم كاترين، الرئيس الوزراء الأردني على وشك الوصول إلى دولة الإمارات العربية التي تحتضن هذه القمة الثلاثية التي تضم مصر أيضا بمشاركة وفد مصري يترأسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى الوفد الأردني الذي يشارك ويغادر مع رئيس الوزراء الأردني من القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز التكامل والعجلة الاقتصادية في الأردن والصناعية في الأردن بدعم وباتفاقيات متعددة ما بين الأردن ومصر والإمارات. هذه الخطوة التي ربما ستشهد دفع العجلة الاقتصادية والصناعية في الأردن، وربما إن تحدثنا عن ما وراء هذا الحدث وما وراء هذا الخبر، ربما الحديث للعاهل الأردني الذي تحدث عن العديد من البرامج الاقتصادية والتي ستدعم وستؤمن وظائف وفرص عمل جديدة، هذه أولى الخطوات التي تدعمها الإمارات بالأردن من خلال زيادة الاستثمار وفتح العديد من المشاريع الصناعية وخاصة التي وظائف للشباب الأردني. العاهل الأردني كان قد تحدث قبل يومين في خطابه للشعب الأردني بأن هناك فرص استثمارية وصناعية قادمة لدفع العجلة الاقتصادية الأردنية، وهذا بدأت ترجمة هذه الكلمات وهذا الخطاب على أرض الواقع. ربما سيكون هناك أيضا يوم غد الأحد توقيع العديد من الاتفاقيات الأردنية الإماراتية المصرية لدعم الاقتصاد الأردني. رئيس الوزراء الأردني الذي يشارف على الوصول إلى دولة الإمارات العربية، ربما هذه الاتفاقية جمعت ممثلين من القطاعين العام والخاص الأردني لوضع العديد من الاتفاقيات على أرض الواقع بدعم إماراتي من خلال هذه الاتفاقيات. العديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية التي تقام على الأراضي الأردنية باستثمارات إماراتية ربما ستساهم وستعطي الأردن دفع العجلة الاقتصادية الراكدة والمتعثرة جراء الأحداث الدائرة في الإقليم وفي العالم كاترين، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا. هذه الاتفاقيات ستدعم وستعزز التكامل وتدعم العجلة الصناعية خاصة كما علمنا من رئاسة الوزراء الأردنية. إليك
الكلمة كاترين. شكرا جزيلا لك من الأردن يوسف البستنجي، الشكر موصول كذلك من القاهرة لكريم الشيخ.